بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الوحدة السادسة آخر وحدات الترم الأول. هنبدأ الأول كده هنقرأ الكلمات مع بعض، وفي نفس الفيديو هنبدأ نحل التمارين اللي على لسن 1 و 2 على الكلمات. ده الفيديو اللي هينزل النهاردة، بعدها إن شاء الله بكرة هينزل فيديو القاعدة وحل القاعدة، كل يوم جزئية لحد ما نخلصها بشكل متواصل كده إن شاء الله. جروب شهر 11 هنعمله بالفعل، وهنبدأ نشتغل فيه مراجعة الترم الأول، حاجة جزئية مراجعة الترم الأول مع جزئيات الترم الثاني. طيب هنبدأ الأول بمراجعة الجزء الأولاني اللي هو الترم الأول. المراجعة دي هتكون عبارة عن إيه؟ هتكون عبارة عن امتحانات هجمعها من كتب ونحلها. حل امتحان من كتاب العمالقة، ونحل امتحان من كتاب كذا، يعني هيكون في يوم معين لمراجعة الترم الأولاني، غير يومين للجديد. يعني إن شاء الله رب العالمين نمشي بشكل متوازي كده، يوم مراجعة من الترم الأول ويومين ويومين شرح جديد. طيب بس احنا هننزل الاول كده، نبدا بالوحده السادسه، عشان الوحده السادسه دي لطيفه جدا ما فيهاش اي حاجه صعبه. اول كلمه كلمه اسس، يعني يقيم، زيها زي كلمه ايفالويت يعني يقيم برضو. ايفالويت دي فعل، الاسم منها ايفالويشن، لكن اسس الاسم منها اسسمنت. ديكلاين دي قلنا ينخفض، بنستخدمها كفعل وبنستخدمها كناون، بنستخدمها بمعنى ينخفض او انخفاض، وبنستخدمها بمعنى يرفض، ولو هي معناها يرفض هتساوي turn down زي ما اتفقنا في الحوار ده قبل كده كتير قلناه، وهتساوي كمان refuse. سجل انت ورايا كده بطريقتك زي ما انت عايز. طب efficiency اللي هي الكفاءة، ولو قلنا self efficiency يبقى الكفاءة الذاتية. طيب efficient يعني كف، كف يعني ممتاز يعني، ودي صفة. procrastinate يعني يماطل او يسوف او يؤجل، اسمها procrastinate. procrastinate منها procrastination ده اللي هو التسويف او المماطلة. برودكتيف دي صفة، عشان كده بقول لك برودكتيف فاميلي يعني أسرة منتجة. برودكتيف بروجكتس مشاريع المنتجة. طب برودكتيفيتي اللي هي الإنتاجية أو العائد. بروجريس طبعا ريز احنا قلنا قبل كده معناها يرفع ومعناها يزود ومعناها يحسن ومعناها يجمع مال ومعناها كمان يربي ومعناها يطرح سؤال، ريز أ كويشن. سويتش أوف كده على بعضها معناها يطفي جهاز ومعناها يفصل نفسه ياخد فترة من الراحة. فاري دي عند فاري هنقف شويه عشان احنا قلناها قبل كده، بس انا عايز اكدها لك. يعني كلمه فاري دي لها معنيين، معناها ينوع ومعناها يتنوع. لو معناها ينوع فهي ممكن يكون معناها يغير، ولو يتنوع يبقى يتغير. حلو. طيب كلمه تشينج بقى، تشينج معناها ايه كمان؟ تشينج، تشينج يعني يغير، معناها يو change لوحدها هنا عشان ما نلخبطهاش مع اللي فوق. change دي verb بمعنى يتغير، وnoun بمعنى تغيير. طيب ارجع بقى للتاني هنا كده، خلصنا الجزئيه الاولانيه. الجزئيه الثانيه achieve يعني يحرز، ومنها achievement، وطبعا انت عارف ان احنا بناخد معاها الفعل اسمه make an achievement يعني يعمل انجاز. aim Amongst يعني بين، هنقف معاها هي وبتوين في الآخر. Analysis Awareness. Brain ده المخ، والمخ بما إنه اسم فريد فناخد ذا، أقول لك the brain of humans عشان إحنا بنتكلم على البرين، الإنسان عنده مخ واحد، والاسم الفريد يعني ما فيش منه إلا واحد، بناخد معاه ذا. Concentration دي تركيز، ممكن تساوي كلمة focus اللي معناها تركيز برضو، هما الاثنين noun، لكن focus noun وverb، لكن concentration دي noun بس. Conclusion delay يعني يؤجل، واحنا طبعا اتفقنا قبل كده وخدنا قبل كده مره كلمه delay، الكلام ده كله مكرر. delay ده verb وnoun، لكن كلمه postpone يعني يؤجل verb بس، يبقى delay verb وnoun، postpone verb بس. depending on على حسب، معتمدا على او على حسب. diary خد بالك، في diary وفي dairy. dairy وdiary الفرق بينهم ان هنا ia لكن هنا ai. dairy اللي هي منتجات البان، لكن دايري اللي هو مفكرها شخصية. distract effect effectively effectiveness. طيب بعد كده increase بس. individual interrupt lead، وlead دي عايزك تعرف ان lead to يعني يؤدي الى، وبعدها يكون الفعل مضاف له ing. عايزك تعرف ان كلمة lead برضو اللي هي مادة الرصاص اللي بيكون في العربيات مثلا. let طبعا لتي تصفات زي ما انت عارف، وبعدها الفعل في المصدر دايما. level look at يعني ينظر الى، look for يبحث عن، look for دي هتساوي search for يعني يبحث عن برضو. manage يدير او يتحكم فيه، ولو قلنا manage
تو اللي معناها تمكن من ميموري منشن يعني يذكر. ممكن نستخدم بدل منها كلمة state اللي معناها يذكر permission إذن أو تصريح pollution private process اللي هي عملية. طيب بعد كده في صفحة تانية معانا في الكلمات برضو. طبعا أي ملاحظات اتقابلنا في الأسئلة هنطلعها برضو بس عشان عايزين ننجز القاعدة الواحدة دي سريعا. error exactly excuse factors finding معناها نتيجة. ممكن نحط مكانها كلمة result وممكن برضو تدينا كلمة consequence. follow force مفعول to المصدر. habit hand اللي هي يد وكلمة hand يعني يسلم. impossible recent researcher response بعدها حرف الجر to session significantly معناها بشكل ملحوظ او بشكل مهم. sort اللي معناها نوع بتساوي كلمة type اللي معناها نوع وبتساوي كمان كلمة kind اللي معناها نوع. specific state therefore طبعا انت تعريفات كده للكلمات اللي معاك. وبعد التعريفات دي مباشرة هيبدأ الراجل يديلك بقى شوية الأسئلة اللطاف. تعالوا نبدأ بسم الله في أول سؤال كده معانا ونشوف. بقول لك the manager used to encourage his workers A levels. المدير اعتاد ان هو يشجع الايه معدلات الايه بتاعت العمال. necessity اللي هي الضرورة والأهمية. productivity الإنتاجية. facility اللي هي السهو اللي هو التسهيل يعني. equality اللي هي العدالة والمساواة. بقول لك المدير اعتاد ان يشجعوا معدلات او مستويات الانتاجية لدى عماله. people usually try to notch their standard of living. الناس بيحاولوا يعملوا ايه في مستوى المعيشة بتاعهم عشان يعيشوا حياة افضل. raise يعني يرفع. طيب raise يرفع. طيب الحاجة التانية arise معناها ينشأ. طب rise معناها يرتفع. طب arose معناها يستثير. وعايزك تركز ان كل واحده من دول اصلا ملهاش معنى واحد بس. ده انت عندك مثلا رايز معناها يرتفع ورايز معناها يعلو في السماء ورايز معناها ينهض من النوم او من الجلوس ومعناها يستيقظ من النوم. طب كلمه رايز دي معناها يرفع ومعناها يطرح سؤال ومعناها يربي ومعناها يجمع مالا زي ما احنا خدنا قد كده. الراجل بيقول لك ان الناس دايما بتحاول انها رايز ترفع ستاندرد اوف ليفنج مستوى المعيشه. Nowadays, employees are mostly evaluated according to their not regardless of the number of years they have worked. اللي من دول الناس بدأ يتم تقييمهم على فكرة evaluated أو assessed يعني وفقا ل their importance أهميتهم ولا experience خبرتهم ولا efficiency كفاءتهم ولا sufficiency اللي هي كفايتهم. يعني إيه الفرق بين دي وبين دي؟ دي كفاءة مدى هو حلو ولا وحش. طب sufficiency اللي هي الكفاية يعني مكفي ولا مش مكفي. طيب الناس اللي من دول بيقاوموا وفقا ل experience اللي هي الخبرة ولا efficiency اللي هي الكفاءة. طب ما تيجي نشوف كده بصرف النظر عن سنوات العمل. سنوات العمل دي عن الخبرة فكأنك بتقول لي بصرف النظر عن الخبرة. اذا الاجابة هتكون مين؟ هتكون الاجابة هنا efficiency. واكد تاني معاك انت بتقول لي من دول العمال والموظفين بيتم تقييمهم وفقا ل الكفاءة بصرف النظر عن سنوات العمل. سنوات العمل اللي هي مين؟ اللي هي الخبرة. الجملة رقم 4 You are not working hard. انت ما بتشتغلش باجتهاد. You need to be more. محتاج تكون اكثر. Talkative دي معناها ثار بتكلم كتير يعني. Productive معناها منتج. Negative يعني سلبي. Successive معناها لاحق يعني حد بيلحق حد. اذا انت محتاج تكون اكثر انتاجية عشان تتكلم كتير. I read an important report on A, the impact of advertising on children. انا قرأت تقريرا مهما على A. التقرير ده بيعمل ايه؟ بيقيم اثر الاعلانات على الاطفال. assessing اللي معناها تقييم. طبعا بريس يعني يؤكد على. aggressing يعني يتعنف معه. وبليسنج اللي هي نعمه. My father advises me to stop studying when I feel exhausted because my concentration لان تركيزي بيقل يبقى declines. بقول لك you will never achieve ان عمرك ما هتحقق any success if you continue to not over لو انت استمريت في المماطلة او التأجيل او التسويف اللي هي procrastinate over. طبعا each detail انك تبدأ تماطل في كل التفاصيل. رقم 8 بقول لك negatively affects the amount of work you can do. الايه بشكل سلبي يعني بتؤثر بشكل سلبي على كمية العمل اللي انت تعمله. اكيد دي التأجيل او المماطلة اللي هي procrastination.
طبعا تحليل انتاجيه مستوى. I have achieved a clear note in learning English. انا حققت ايه واضح في تعلم اللغه الانجليزيه؟ اكيد progress اللي هو التقدم الواضح او ملحوظ. There was a sharp decline in the number of tourists in 2020. In this sentence, كلمة decline هناك انخفاض. كلمة انخفاض دي عبارة عن noun. Being not a surgeon, كونه جراحا ايه هو قبل في الوظيفة كونه جراحا efficient يعني كفء. You cannot and have a cold drink in the cafe. انت ممكن ايه بقى تعمل ايه يعني وتاخد لك مشروب في المقهى. Switch off يعني ممكن تفصل شوية تستريح من العمل وتشرب مشروب. الجملة اللي بعد كده حضرتك بيقول لك رقم 14، لا في قبلها 13، بيقول لك the exams question should a in order to cover all aspects of the assessment. أسئلة الامتحانات لابد أن تكون إيه لكي تغطي كل أشكال التقييم، لابد أن تكون متنوعة يبقى فاري. ومعنى الجملة على بعضها تاني كده إن أسئلة الامتحان يجب أن تتنوع لكي تغطي كل أجزاء أو أشكال التقييم. 14 بيقول لك you can a better if you study in a quiet environment. انت ممكن تعمل ايه بشكل افضل لو انت بتذاكر في بيئه او في مكان هادئ. concentrate يركز، evaluate يقيم، get distracted يتشتت، و raise يعني يرفع. فانت ممكن تركز لو بتذاكر في مكان هادي. energy pills فواتير الكهرباء have increased يعني ازدادت significantly بشكل ملحوظ بشكل واضح هذا الشتاء في كل العالم. طيب رقم 16 both hotels الفندقين كلا الفندقين are okay مناسبين وزي الفل. الكوست is only the only deciding is تكلفة هي العامل المحدد الوحيد التكلفة اللي هي الكوست و factor دي يعني عامل طبعا finding نتيجة و session يعني جلسة و error يعني خطأ. تقول الفندقين الاثنين كويسين العامل الوحيد المؤثر في التحديد او في القرار هو التكلفة. too much noise ضوضاء الكثيرة not me while studying my lessons الضوضاء الكثيرة عملت لي ايه اثناء مذاكرة دروسي اكيد تشتتني يبقى distracts. رقم 18 once one feels safe among his or her friends او family members يشعر الشخص بالامان بين افراد اسرته. amongst كلمة amongst او among يعني ايهما في الجملة دي is ايه عبارة عن preposition. ما انت عارف ان كلمة فوق وتحت وبين والناس دي في الانجليزي عبارة عن حرف جر. The report التقرير most teenagers are addicted to online games. التقرير stated يعني بين أو وضح أو ذكر أو mentioned اللي معناها برضو ذكر يبقى B and C. التقرير ذكر أن معظم المراهقين مدمنين ألعاب الكمبيوتر. The note of the research on the medicine have surprised us all. الإيه بتاعت البحث اللي أجرناه على الدواء ده أو هدهشنا أكيد الفايندينجز أو الريزولتس أو اللي معناه نتائج البحث أدهشتنا جميعا. This advertisement الإعلان ده not to promote our new product الإعلان ده بيهدف إلى الإعلان عن أو ترقية أو الترويج لمنتجنا الجديد. don't try to draw any لا تحاول أن ترسم أي استنتاجات. draw any conclusions يرسم استنتاجات أو يضع استنتاجات قبل أن تكتشف أو تدرس المعلومات المتاحة. the media played an important role in raising the citizens of the productive measures الميديا بتلعب دور هام وسائل الاعلام بتلعب دور هام في رفع الايه بتاع الافراد اكيد الوعي يبقى awareness الوعي الخاص بالافراد. الجمله اللي بعد كده رقم 24 بيقول لك I have taken the decision not on the available data انا اتخذت القرار معتمدا على يبقى depending on. the doctor said I would need 5A of the therapy therapy اللي هو العلاج. الدكتور قال لك ان انا محتاج 5 جلسات علاجيه يبقى sessions. بروفيسور مصطفى gave detailed a of the economic situation الدكتور مصطفى ده أعطى إيه مفصل للأزمة الاقتصادية أو الموقف الاقتصادي أكيد detailed analysis يعني تحليلا مفصلا للموقف الاقتصادي. بعد كده رقم 27 I have not interest in helping the poor and the homeless أنا لدي اهتمام إيه بمساعدة الهومليس اللي هو المشردين وذابور اللي هم الفقراء. لاحظ ان ذا دي للاثنين يعني ذابور ان ذا هومليس الاثنين معاهم ذا. طيب انا لدي اهتمام ايه بمساعدة الفقراء. سيف يعني امن انديفيدجوال يعني فردي افكتد معناها اثرة وافيلابل يعني متاح. فانا لدي اهتمام فردي انا شخصيا يعني بمساعدة الفقراء معناها كده. your friend have, friends have an important a on you اصدقائك او زملائك لهم تأثير ايه عليك او تأثير مهم عليك. تأثير اسمه effect
امال ايه بقى effectiveness؟ عايزك تحفظ دي كده بالراحه. كلمه effect دي معناها تاثير، احفظها بمعنى تاثير. طب effectiveness معناها مدى فائده، تمام؟ طيب فاصدقائك ليهم تاثير او اثر يبقى effect. فعايز اقول لك مدى فائده العلاج مثلا يبقى effectiveness. طيب effective يعني فعال، و effectively معناها بشكل فعال. It's clear that this coronavirus vaccine is، من الواضح ان هذا العلاج الخاص بالفيروس كورونا من الواضح ان هو ذات تأثير او مؤثر. is effective، ما هو كلمة effective معناها مؤثر او ذات تأثير. طب وما الافكت يعني تأثير؟ effectiveness فاعلية، effectively معناها بشكل فعال. من الواضح ان الدواء بيكون effective يعني فعال او مؤثر. The not of this coronavirus vaccine is clear. الايه بتاعت الكورونا فيروس ده بيكون واضح. الافكتيفنس يعني ايه بقى؟ اللي هي مدى فاعلية الدواء بتكون واضحة. طيب عايزك تركز في حتة كمان. افكت دي معناها تأثير بمعنى الكونسيكونس، العواقب او النتائج، لكن دي معناها مدى فائدة. فانت بتقول ان الافكتيفنس مدى الفائدة بتاعت الدواء بتكون واضحة، يبقى effectiveness معناها مدى فائدة او مدى فاعلية، لكن effect يعني تأثير او اثر. effectiveness بتيجي في الحاجات الايجابية، لكن effect ايجابي وسلبي. you can't leave school early، ما ينفعش تمشي من المدرسة بدري دون ما ان تأخذ permission، دون ما ان تأخذ اذنا. those who not what should be done to a later time، اولئك الذين procrastinate يؤجلون ما يجب ان يفعل ليوم اخر، دايما بيخسروا. We need to look at the data، محتاجين ندرس الداتا، يبقى look at the data يعني يدرس، زي look into كده، لكن look for يبحث عنه، look after يعتني بيه. The application does not respond، التطبيق على الكمبيوتر ده مش شغال. It gives error message، بيديك رسالة ان هو بايظ، خطأ. I not the letter into the manager who started to read it at once، انا سلمت handed the letter in، hand in يعني يسلم، وبعدين تو يعني إلا، يبقى أنا سلمت التقرير إلا مدير. stress has a bad effect on your not on your work، التوتر ليه تأثير على الإيه بتاعك في شغلك، على تركيزك concentration. 37 hard work will surely not العمل الجاد، من مؤكد إن هو سوف يؤدي إلى lead to يعني يؤدي إلى success النجاح، يتنوع يشتت يفصل. have you heard of the not changes، هل سمعت عن التغيرات الايه في الفريق؟ اتنين من السترايكرز تم ضمهم للفريق، اكيد recent. طب هنا بروتكتيف الوقائي، individual فردي، ويوزلس معناها بلا فائدة او بلا جدوى. الراجل في الجملة يقول لك هل سمعت عن recent changes، التغيرات الحالية. رقم 39 the learning a never stops at any age، الايه التعليمي لا يتوقف ابدا مدى الحياة، اكيد بروسيس اللي هي العمليه التعليميه. كونكلوجن يعني خاتمه، وافيشنسي اللي هي الكفاءه، وبرميشن اللي هو الاذن. everyone in our street is looking not the lost child، الناس كلها في الشارع بتبحث عن، يبقى look after، look sorry look for يعني يبحث عن الطفل المفقود، لكن look at يدرس او ينظر الى، ولook after يعتني به. طيب hand it to me، hand it to me يعني سلم، يبقى كده verb، سلمها إلي بعناية. كلمة hand هنا عبارة عن verb، فعل أمر. الجملة اللي بعد كده رقم 42 choosing the right time and best place will raise your productivity، اختيار الزمن المحدد الصحيح والمكان الأفضل سيزيد من إنتاجيتك. الإيه بتاعت الإنتاجية؟ أكيد production level أو productivity level. تاني كده، اختيار المكان السليم والوقت السليم سوف يزيد من معدلات الإنتاجية. مستر محمد blamed me for، مستر محمد كان بيلومني على إيه؟ my friend while he was giving a speech، على إن أنا كنت أقاطع، interpreting أقاطع صديقي بينما كان يتكلم. your schoolwork عملك المدرسي is إيه؟ better this year، keep hard work، استمر على عملك الجاد، فأنت شغلك الكويس في المدرسة is significantly better يعني أفضل بشكل ملحوظ عما كان عليه من قبل. طيب to not is to be different، إنك تبقى مختلف from each other في الحجم والشكل وكده، يبقى ده شيء vary يعني ينوع. procrastinate يؤجل، decline يعني يرفض ومعناه يقل، وassess يقيم. is to decrease يقل، يبقى decline على طول، يقل في الجودة والكمية والأهمية، يبقى decline.
is to make judgment انك تدي احكام يعني تقيم اللي هي assess, is to delay تؤجل يبقى يؤجل او يماطل يبقى procrastinate. التعريفات بيكون فيها كلمة كده مفتاحية بتخلص لك الحوار. طيب بعد كده is to relax for a short time انك تستريح لفترة قصيرة يبقى switch off, is to increase the amount انك تزود الكمية والعدد والرقم يبقى raise اللي معناها يرفع او يزود زي ما اتفقنا, means producing or achieving a lot يعني بينتج او بيحقق كثيرا يبقى ده شيء منتج productive. طبعا individual فردي impossible يعني مستحيل, و common يعني شائع. is the quality of doing something well and effectively هي ان تفعل الشيء بشكل جيد وبشكل فعال without دون wasting time money or energy دون اهدار الوقت والطاقة وكده. يبقى دي هي معناها انك صفة ان تفعل الشيء بشكل جيد يبقى ده efficiency اللي هي الكفاءة. الكفاءة يعني بتعمل شيء بكفاءة بشكل كويس. is the act of delaying something انك تأجل شيء that you should do تعمل المفروض تعمله النهارده يبقى procrastination التأجيل ان تؤجل. is the rate at which goods are produced المعدل اللي بينتج به الاشياء دي الانتاجية يبقى productivity. المينيتستس بقى اللي هنا معاك حاجات لطيفة كده خفيفة نحلها سريعا. making some changes to study habits may not your productivity level انك تعمل شوية تغيرات في الخطة بتاعتك فده ممكن يعمل ايه في مستوى الانتاجية. draw يعني يرسم, وهاف يمتلك, وامبروف يحسن هيحسن مستوى الانتاجية. we are not a scientific study دراسة علمية on the application على تطبيق of technology in education احنا بنجري دراسة يجري دراسة اسمها do a study و do research. you can find out about anything he does if you read the diary he لو انت قرأت او ممكن يمكنك ان تعرف كل شيء او اي شيء عن ما يفعله لو انت قرأت الدايري اللي هي المذكرات اللي هو بيحتفظ بيها او يسجلها يبقى keeps. I tried to note some conclusions زي ما قلنا draw conclusion اللي هي رقم ايه وده سؤال مكرر. بعد كده رقم 5 you won't feel bored لن تشعر بالملل if you not your study habits لو انت نوعت من عادات المذاكرة يبقى vary. the progress my son has not make progress يبقى made. طبعا you will not more productive انت سوف تصبح اكثر انتاجية يبقى become. thank you for the good work you have شكرا لك على العمل الجيد الذي حققته يبقى done. do work طبعا دايما do مع work. working to a good plan العمل وفقا لخطة. and getting enough sleep والنوم لوقت كافي. will surely من المؤكد انه سوف يرفع يبقى raise your productivity يرفع كفاءتك. I want to not my money back please انا اريد ان استرد مالي. state have assess become have something back زي get something back بمعنى يستعيد. بعد كده بقى تلاقي المشتقات المترادفات والمضادات وطبعا دي من الجزئيات السهلة جدا لمن يترجم بعد ما يحفظ طبعا الكلمات دي. اول سؤال بقولك parents do their best to raise their children عشان raise يعني يربوا بقى عشان اطفالهم يبقى يربوا. كلمة raise يبقى تساوي bring up يعني يربي. عبد الرحمن comes up with productive ideas عبد الرحمن ده بيجيب لنا مع افكار productive يعني مثمرة. كلمة مثمرة عبارة عن صفة. طيب المهم كلمة productive ديت عايز العكس بتاعها المثمر عكسه اول حاجة كده old fashioned قديم ولا inventive يعني مبدع creative مبدع ولا sterile اللي معناها اللي ما بخلفش ده اسمه ايه عقيم عقيم. طب she declined his offer to marry her saying that they have different personalities هي declined يعني رفضت 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 عكس يرفض يقبل يبقى accepted اللي رقم ايه خد بالك وعايز عكسها لكن هي بتساوي turn down بمعنى يرفض برضو. فاربعة بقولك people's opinions tend to vary according to culture and interests اراء الناس بتتنوع وفقا للثقافة والاهتمامات عكس كلمة يتنوع يتنوع يعني يختلف عكسها. طب modify يعدل وdifer يختلف طبعا هتدي نفس المعنى. disagree يعني يرفض يبقى عكسها يتفق نقولك ان الاراء متنوعة عكسها الاراء متفقة. Mr. Belier varies his teaching techniques and strategies according to students levels بنوع وفقا للمستويات بتاعة الطلبة. كلمة vary يعني ينوع بتساوي differ تعالى نشوف agree يعني يتفق disagree يعني يرفض وعندك
قلنا ديفر طبعا يختلف خلاص، يبقى انت عايز كلمة بتساوي فاري يتنوع يبقى موديفاي. لما اقول لك المستويات متنوعة يبقى فاري وديفاي نفس المعنى. طيب زي دايفرسيفاي اللي انت عارفها اكيد. I knew he was a loser when he kept procrastinating، لما هو كان مستمر في التأجيل عرفت انه هيخسر. كلمة procrastinate اللي هو التأجيل، ممكن نحط مكانها postpone يؤجل، put off يؤجل، وديلي يؤجل، يعني ايه كده A and B. طيب الجزء اللي بعد كده بيقول لك ده تايم مانجمنت اللي هي اداره الوقت، اند بلاننج امبروف تايم، يعني اداره الوقت والتخطيط بتحسن انتاجيتك اللي هي برودكتيفيتي. طيب تايم مانجمنت اند بلاننج ميكس اس، تجعلنا ميك مفعول مصدر او ميك مفعول صفه. تمام. طيب انت عايز صفه، طبعا برودكتيفيتي الانتاجيه دي نون، برودكتيف دي ادجكتيف صفه، برودكت المنتج دي نون، بروديوس ده فيرب. انت عايز ميك مفعول مصدر، بروديوس يعني ايه ينتج، طب برودكتيف منتج، انت بتقول ان تنظيم الوقت بيجعلنا منتجين يبقى برودكتيف، طب ما هو مصدر، ما هي بروديوس ينتج. ايوه يعني هل انت بتقول تنظيم الوقت يجعلنا اكثر ينتج؟ اكيد لا طبعا. كان ممكن نقول ميك اس بروديوس مور. طيب ان جابان زي نوت هاي كواليتي الكترونيك ديفايسز، ان في اليابان هم بينتجوا اجهزه ذات جوده عاليه يبقى بروديوس. جابان از فيموس فور، اليابان مشهوره بزي ايه؟ الاي ال يبقى انتاج، انت عايز اسم يبقى برودكشن. جابان از ا ميجر، جابان هي منتج رئيسي، منتج يبقى بروديوسر. زيز هذه الايه محتاجه اعلانات، يبقى هذه المنتجات يبقى برودكشنز او برودكت سوري زيز برودكتس المنتجات، يبقى هذه المنتجات تحتاج اعلانا يبقى برودكتس. اتس كومنلي ادميتد ذات، من المعترف به ان destroys productivity يدمر الإنتاجية، يبقى أكيد التواني أو التأجيل procrastination. Once you start to not you take the first step into failure، بمجرد ما تبدأ تعمل إيه فأنت كده بتاخد الخطوات الأولى للفشل، بمجرد ما تبدأ to procrastinate تؤجل أو تتوانى. طيب بعد كده there is a decline، هناك انخفاض، هناك انخفاض in the growth rate في معدل النمو. كلمة decline انخفاض هنا عبارة عن نون. she not the dishes she prepares، هي بتعمل ايه في الأطباق اللي هي بتخترجها؟ تعال نشوف الأول كلمة vary، يعني ينوع ويتنوع ده فعل، varies برضو ينوع ويتنوع ده فعل، various معناها متنوع دي صفة، variety معناها تشكيلة أو تنوعية دي اسم. هما هي بتنوع يبقى varies. roses الأول الورود تتنوع، الورود تتنوع يبقى يتنوع، يتنوع اللي هي vary اللي هي رقم ايه تاني كده، فاري معناها ينوع ويتنوع زي ما اتفقنا، ينوع ويتنوع. طب انت قلت لي في ديت هي تنوع يبقى فاريز، الورود تتنوع يبقى فاري برضو. طب ليه ما ناخدش فاري عشان الورود جمع؟ طب هنا ليه ما ناخدش فاري عشان هي وشو بنضيف اس. الورود بتكون متاحة في تنوعية او تشكيلة من الالوان يبقى فرايتي. الورود ار افيلابل بتكون متوفرة في الوان ايه متنوعه يبقى various. I don't agree with ايمن، لا اؤمن او لا اصدق اي تقييم ايمن، يبقى assessment لرقم بي. hard work العمل الجاد leads to success يؤدي للنجاح، ده معناها ان العمل الجاد ايه النجاح؟ اكيد leads to. طيب ما هو lead to يؤدي إلى، lead to و cause و result in، احنا متفقين بنفس المعنى، انا قدامي result in. I want you to tell me what happened بالتفصيل in detail. My biggest problem is that I am distracted the unimportant detail، انا مشتت بي يبقى by، distracted by يعني مشتت بي. The great expectations الامال العظيمة is the best novel is the best novel is true not most readers، بيقول لك ان قصه او فكره ان ديد اكسبكتيشنز دي فكره ان هي افضل روايه، ده شيء حقيقي او صحيح لمعظم القراء، يبقى فور اتس صفه، فور اصلا مفعول. I need some more time to examine the findings of the research، this means I want some more time to، هو قال لك to examine يعني افحص، يبقى look at او look into.
I will have to finish this job over a two not period. والله يا مستر مدام في ايه وبعدها رقم، فانا عايز هنا اسم جمع من غير ابوستريفات، يبقى two months اللي رقم بي. I'd like you to come over on Monday evening. ده معناها I won't like you come over، دي معناها visit، يبقى to visit. اللي بعد كده be honest، لكي اكون امينا يبقى to be honest، to be frank. ردينا write this note، write down يعني يسجل او يكتب، يبقى write down بتكتب كل كلمة. my opinion might change depending، معتمدا على يبقى depending on، اعتمادا على او على حسب. تقريبا الجزئية اللي جاية دي اخر جزئية في الجزئيات، بيقول لك I wonder how they could not three children، يبقى انت كده عايز كلمة بمعنى يربي، يبقى raise. I haven't expected him، انا ما توقعتش ان هو not early، بدري، لان هو نايم متأخر، يبقى ان هو يستيقظ او ينهض يبقى rise. There is a mobile shop، هنا بقى بين في الحتة دي عايز تركز كده ان كلمة among و between الفرق بينهم كالتالي، between شيء and شيء يعني بين طرفين. طب لو هم اكتر من طرفين فانت بتقول among، على سبيل المثال لازم يكون في حب among people، people ناس مش اتنين اكتر من اتنين. فهنا في الجملة يقولك في موبايل شوب بين المطعم والمحل، يعني هم اتنين وفي عندك and يبقى between. طب I guess you won't recognize يارا، انا واثق انك انت او انا اخمل انك انت لن تتعرف على يارا بين على الغفير، الجمع الغفير من الناس، ناس كتير، يبقى among و amongst يبقى and be. can you tell me the difference، ممكن تقول لي الفارق بين these three words، الفارق بين هذه الكلمات الثلاثة. وده سؤال حلو، دايما دايما بنقول difference between. طب ليه difference between؟ اصلك عندك الكلمة الاولى وبي وسي، لما اقول لك الفرق بين الكلمات دي فانت تقول الاولى ايه، الفرق بين ايه وبي كذا، وبعدين الفرق بين بي وسي كذا، وبين سي وايه كذا، فانت بتقول الفرق بين كل اتنين لوحدهم فبتوين. عشان كده mom prepared lunch، امي جهزت اكل، sufficient يعني كافي لعشرة اشخاص. طب ليه ما ناخدش sufficient لي، معناها بكفاءة. طب انت هتقول ايه، فهتقول لي mom prepared lunch sufficiently for 10 people، انت بتقول امي جهزت طعام كافي لعشرة اشخاص. email is a not way of communication، it is fast and safe، بقول لك ان الايميلات هي وسيلة امنة او وسيلة كفء، يعني يبقى email is a efficient way، يعني طريقة كفء، طريقة جيدة هكذا يعني. طيب احنا كده خلصنا كل الجزئية دي، الفيديو التاني ان شاء الله هيكون في شرح القاعدة وحل في نفس الوقت. وبعدين هننزل حل كلمات اللوحة التانية، وفي نفس الفيديو هننزل نشرح القاعدة. الفيديو اللي بعده هيكون حل اللوحة التانية القواعد، وبعدين اخر فيديو هيكون الوحدة الجزء الاخير كله مع بعض.